بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. فائدة اليوم أيها الإخوة الكرام، لدفع ضرر الظالمين وقهر الأعداء وكسر شوكتهم، وإذا قرأت هذا الدعاء المبارك وهذه الآية الكريمة فإنه لا يستطيع أحد أن يؤذيك، وتطفئ بها غضب من يغضب عليك من الحكام أو من أهليك أو من جميع أعدائك، فإنه لا يقدر على أذيتك بإذن الله تعالى إذا قرأت هذا الدعاء المبارك. وإذا قرأت هذا الدعاء في وجه من تريد أن تدخل عليه وتقرأها قبل دخولك عليه، فإنه يسكن غضبه ولا يستطيع أن يؤذيك أو يتخذ ضدك أي شيء من الأشياء. وهذا الدعاء يلزم حفظه أيها الإخوة الكرام، وهو يسير لا يأخذ منك إلا دقائق إلا بعد التواني. فإذا أردت الدخول على حاكم ظالم أو على أحد يريد التسلط عليك أو على أي شخص غاضب منك في أمر من الأمور وتخاف من أذيته، فقرأ هذه الآيات، فقرأ هذه الآية المباركة وهذا الدعاء الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك من أذاه ولا يستطيع أبدا أن يؤذيك، ويسكن غضبه عليك ويرفع الله سبحانه وتعالى الأذية عنك نهائيا، فإنه لا يقدر على أن يؤذيك في شيء. أيها الإخوة الكرام، وضعنا في القناة الكثير من الأدعية والأبواب والعطوفات وأبواب هلاك الظالمين وبعض المجربات للنصر على الأعداء وهلاكهم، لكن أيها الإخوة الكرام، هذه الفائدة تدفع الضرر وتدفع الهم وتكف الشرور مما لا يستغني عنه غالب الناس أيها الإخوة الكرام. وهذا زيادة على ما تقدم من ما ذكرنا في هذه القناة من أدعية ومن أمور الخاصة بهلاك الأعداء، لكن هذا يأتي بالتدرج أيها الإخوة الكرام، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الإنصاف وكثر فيه الميل عن الحق والانحراف وعم فيه الظلم للناس وعم فيه الظلم على أشراف الناس وعلى الناس الذين هم مستقيمون، فيكثر عليهم الظلم ويكثر عليهم العدوان لأنهم ليس فيهم شرور. وشاع في الزور وشاع الإجحاف والريع والإسراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعليكم أيها الإخوة الكرام باستعمال أولا ما يعطف القلوب ويهذبها، لمن كانت تريد مخافته استعمل له بعض العطوفات وهي موجودة في القناة، أو تنتقل إلى المرحلة الثانية إذا لم يستعطف فتعمل بالإرسالات، هناك بعض الإرسالات مذكورة في القناة كذلك، أو تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التساليط وتدعو عليه بما يتسلط عليه من الهموم والغموم كي يشغل الله سبحانه وتعالى عنك. ثم في المرحلة الأخيرة تدعو عليه بما يؤديه من هلاك مما ذكرناه في القناة وبعض المجربات التي سنضعها إن شاء الله بزيادة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا العلم علم عادي يصح تخلفه، ومن ثم حرف بعض الناس منافعه لتزلزل نيتهم فيه. فالمطلوب أن يتخلق الإنسان ويطلب التوصل به إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الشريف،
وأن يستعمله في الخير، وأن يجتنب الدعاء به على الظالم ما استطاع، لقوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينتقم من الظالم للمظلوم يوم القيامة كما ينتقم منه في الدنيا، كما ينتقم من الظالم للمظلوم في الدنيا. فإن كان ولا بد فليدعو على الظالم بمثل مظلماته، وإذا كان متمردا أو غشوما وقد وجب عليه القتل أو الهلاك بطريق الشرع، فلمن مكنه الله سبحانه وتعالى في طريق التصرف والتصريف فأن ينتصف منه بالدعاء بما أراد من هلاك أو أخذ مال أو تشتيت أو عكس أمر أو ما يليق به، ولا يدعو عليه إلا بما هو مستحق به، وربما يكون واجب عليه فعل ذلك لدفع شره عنه أو عن المسلمين عامة. وفائدة اليوم أيها الإخوة الكرام هي لدفع الشر وكف الأذى كما وصفت لكم في أول الحلقة، وكيفيتها: إذا أردت أن تقابله أو تدخل عليه أو عند مقابلته تقرأ هذا الدعاء، وإن لم يكن هناك مقابلة فتقرأه وأنت في أي مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب غيظه عنك وظلمه عليك ويرفع شره ولا يضرك بإذن الله تعالى. وهذا الدعاء أن تقول البسملة الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي بأي صيغة، ولو صليت بصلاة الفاتح لما أغريق فهو أفضل، ثم صلاة الفاتح لما أغريق أو صلاة إبراهيمية أو ما تريد من الصلوات، ثم تقول قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تقرأ هذه الآيات وتقول: اللهم إني أسألك بهيبة عظمتك اللهم إني أسألك بهيبة عظمتك علي، بفضلك يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مجرب أيها الإخوة الكرام، وهو عظيم هذا الباب في إسكات الغضب وسكونه، ومن تريد الدخول عليه من حاكم جائر أو ظالم أو من يريد أن يعتدي عليك أو رئيسك في العمل وغير ذلك، فهذه الفائدة عظيمة أيها الإخوة الكرام. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغريق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اللهم إني أسألك بهيبة عظمتك علي، بفضلك يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فإن الله سبحانه وتعالى تجلى عليك بعظمته ما يسكن غضب ذلك الشخص الذي تقصده، فإنه لا يؤذيك ويكف أذاه عنك بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من آيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.